عدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. الأوراث كيف قض مضجعهم في من عتل الأحرار. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. القيمية التي يجب أن نحافظ عليه من باب أقول من باب الواجب الوطني. فرحم الله شهداءنا، أطال الله في عمر مجاهدينا، وهذا هو ديدن الجزائريين في الاعتراف بجميل من صنع لها مجدا وبجميل من صنع لها حرية واستقلال ننعم بها اليوم، ويتوجب علينا الحفاظ عليها وأن نمضي بها قدما إلى ما نصب إليه في إطار تلك الإرادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.